اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا على قد الايد واكلتنا اللي كلها ان شاء الله على قد ايدينا. النهارده هنعمل مع بعض مسقعه. هنعمل مسقعه بالبشاميل. يعني رقينا احنا مش المسقعه بتاعتنا الاصليه العاديه جدا اللي من غير حتى لحمه مفرومه ولا غير حاجه، عايز ايه؟ اهو مين فيهم؟ دي؟ انتوا حاطين لي كاميرات كتير. هم اتغيروا بيقولوا لي. تمام؟ فالمسقعه بتاعتنا الاصليه اللي هي البتنجان والثوم والصلصه والشطه والحاجات الحلوه دي. فبدانا ان احنا نعمل ايه شويه؟ نحط لها لحمه مفرومه، بدانا نعمل ايه كمان؟ نحط لها بشاميل، فده احنا هناخد النهارده اخر مرحله في المسقعه اللي هي بالايه؟ بالبشاميل. طيب ايه المكونات بتاعتنا بقى؟ عندي بتنجانيه حلوه كده كبيره، وطبعا احنا اتعلمنا قبل كده ازاي ننقي البتنجانه، ان هي بتكون طريه مش ناشفه مش محجره وخفيفه وبتلمع حلوه كده، ما تبقاش مجيره وبتبقى حاسه مكرمشه كده، بتشرب زيت كتير جدا، فكده حلو قوي. تمام، بتلمع كده وحلوه وطازه وخفيفه، منظرها كده كبير انما هي زي الريشه. تمام، عندي شويه لحم معصجه، طبعا مش هنعصر كل شويه لحمه بقى، لحمه معصجه عاديه جدا بالبصل بشوحها احط عليها اللحمه ملح وفلفل قرفه وجنزبيل او ملح وفلفل وبهارات زي ما انتم عايزين. عندي بعد كده شويه فلفل رومي، بصل، سنه جزر مبشور كده عشان تدي حلاوه للصلصه بتاعه الايه؟ المسقعه. فلفل حامي ده اكيد بس طبعا اللي يريحكم، وتوم ملح وفلفل وكمون وعصير طماطم طبعا. تمام، بشاميل العادي جدا، هعمل حبه كده كوبايتين لبن على الوش كده بمعلقتين دقيق بمعلقتين زبده وسنه جبنه، يعني مسقعه متدلعه متدلعه يعني. تمام، هنبدا بقى ايه؟ نعمل الصلصه ونحمر الايه؟ الباذنجان. طبعا الكميات بقى زي ما انت عايزه، يعني شوف انت عايزه تعملي المسقعه دي قد ايه او عايز تعملي الصينيه قد ايه اللي يريحك. طبعا ميزه المسقعه دي تقعد لك اسبوع في الثلاجه مش بيحصلها اي حاجه، يعني ما شاء الله كده مضت صلاحياتها حلوه جدا طويله كده، وكمان بتتاكل ساقعه عادي مش لازم تسخنها. عايز تسخنيها طبعا تسخنيها لو اقدر ان هي كلها سخنه، بس هي عامله زي السلطه ممكن في اي وقت فطرتي منها اتغديتي منها اتعشيتي منها. دي بقى يعني عايز اقول لكم الحاجه الواحده ما بترميش عندي ابدا. ابدا استحالة، ليها كرامة عندي كده غريبة، وخصوصا من غير لحمة ولا بشاميل، السادة السادة خالص تبقى أحلى حاجة بصراحة. بس أنا قلت إيه يعني كتير حابين إن هم يعملوا بشاميل كتجديد، أوكي. وأنا كمان هعملكم بطريقة إيه مستحدثة. هناخد بعدين كمان عايزة أقول لك حاجة، إحنا ممكن ما نقليش، ممكن نشوي، يعني هروح حاطة بتنجانة وبدل ما اقليها احط عليها شويه زيت زي ما اتفقنا واشويها. ممكن اعملها على الجريل برضو نفس الحكايه، اسخن الجريل قوي وشويه زيت واروح حاطه ايه لو انا مش عايزاها تاخد معايا ايه زيت كتير، لان يعني طبعا القليه بتشرب شويه زيت صراحه يعني لا ننكر هذا. يا استاذه هدى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا استاذه هدى؟ كويسه الحمد لله، انا بحبك قوي يا شيف نجليه وبحب كل طبخاتك والله. حبيبتي ربنا يخليكي، انت عامله ايه اخبارك؟ كويسه الحمد لله. الحمد لله. لو سمحت يا شيف نجليه ممكن رقم تليفونك؟ عيني سيبي رقمك، شكرا ليكي. هناخد بقى كده ايه؟ انا هعمل طاجن صغنون من المسقعه او صينيه مش كبيره، يعني هعمل حاجه قليله. حابة طبعا حسب عدد افراد الاسره، حسب ما انت عايزه تعملي قد ايه اللي يريحك.
يا عيني. لا سحر ولا شعوذه. تمام. انا بقى عايزه اعمل كمان ايه التانيه دي في الفرن برضو، استغل ايه يعني، هعمل دول نص الواحده دي هعملها هي الطاجن بتاعي. النص التاني يا اما اعمله وبغن دي كبيره وانا هعمل طاجن صغنن، يا اما اعمله وبغنوه يا اما اشويه واحطه في طبق او في علبه واغطيه وقت ما هعوزه الاقيه عندي مشوي جاهز، يعني اللي هو ايه متقطع برضو يعني. هوريكي دلوقتي انت خدتي ايه الفكرتين. تمام. اهي خليك كده على جنب لو سمحت بعد اذنك. طبعا احنا كنا نحط ملح كده ونسيبه بقى ايه شويه ينزل الميه اللي فيه، وبعدين نحطه على الايه على ال بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين مسنه يا شباب. عشان التحمير ده انا يعني ايه ما بحبش الزيت خالص، يعني بحب البتنجان جدا، واكبر مشكله بتواجهنا احنا بقى ايه اللي هو الزيت. بس في علمك شوي جريل حلو 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 وسريع كمان، اسرع من الفرن. بس انا هحطها في الفرن دلوقتي اهو علشان اللي حابب يشوي معانا. طبعا في البيت بقى ايه معاكي وقتك تعمليها براحتك، وايه تدخليها الفرن. عايز تعمليها اربع اعمليها اربع براحتك. بسم الله. شويه دي صغيرين كده عليهم من فوق برضو رشرشه كده، وانا مدخلاها ايه عارفه اسرع حاجه كمان في الفرن بقى تحت الشوايه. تحت الشوايه اللي احنا بنحمر عليها اللحمه او الفرخه او اي حاجه، واقلبها على الناحيه الثانيه، دي اسرع كمان. طيب هنيجي بقى دلوقتي ونعمل ايه؟ ونعمل ايه؟ نعلي القلية. بسم الله يا ليلي. لسه شوية لسه شوية يا ليلي. الو الو، ازيك؟ ازيك يا طنط، عاملة ايه؟ الحمد لله. انتي عاملة ايه اخبارك؟ الحمد لله كويسة، انا بحب برنامج حضرتك قوي. حبيبتي ربنا يخليك. انتي اخبارك ايه؟ الحمد لله كويسة. الحمد لله. قولي لي ليك أي سؤال؟ أنا كنت طالبة من حضرتك طريقة عمل الكيك الشوكلت. حاضر عيني، شكرا ليكي. على ما احمر بتنجان نعمل بقى الصلصة يا لولو. حاضر، هنعمل لك النهارده حاجة حلوة قوي، شوفيها معانا هتنبسطي منها إن شاء الله. شوية زيت يا أم بتول. ألو، إزيك؟ الله يخليك، صباح الخير. ازيك يا صباح الفل، انت عامله ايه اخبارك؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت عامله ايه؟ الحمد لله الحمد لله. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه وبخير يا رب يا حبيبتي، اهلا وسهلا بيكي. ايه الجمال ده؟ تسلمي يا حبيبتي، ده جمالك. الله يكرمك. ربنا يخليكي يا حبيبتي. الله يكرمك. قولي لي اي سؤال؟ ربنا يخليكي، انا بصبح عليكي بس. صباح الفل عليكي، تسلمي يا رب. هنا ادي البصله مفرومه اهي، شوحها كده شوية في الزيت مع شوية ملح. تفضل ثواني ونزل بقية الباذنجان. عشان نعمل كمان البشاميل بتاع، بص كم مرحلة للمسقعة البشاميل. عشان يستوي بسرعه دول، وبعدين لما نحط دول بعد كده. تمام. ادي كده انا كده ايه قلينا البتنجان خلاص، وادي كده البصلايه عليها الثوم، نعمل لها شويه صلصه. انا كده خطيت مرحله اللحمه المعصجه، كان في مرحله كمان اللي هيعمل بلحمه معصجه يبقى ايه هيعصج شويه لحمه لو ما عندكوش. تمام كده. عليها ثواني اشم ريحه الثوم، اشم ريحه الثوم انه كله اتحمر مع البصله سنه.
البشاميل، البشاميل هما بكوبايتين بشاميل بس انا هعملهم. سخن لها برضو ايه الحله بتاعتها. وهنا يبقى كده صلصه المسقعه، بصل، ثوم، عصير طماطم. مين؟ اه كيكه شوكولاته معانا اهي، وهنعمل حاجه حلوه برضو لا تقلقوا. هحط هنا على الصلصه بتاعه المسقعه اللي هي بصل، ثوم، عصير طماطم، فلفل حامي، اظبط ملح، اظبط فلفل وكمون، وايه وكمون وكمون. بسم الله بسم الله. طبعا المسقعه بتحب الكمون جدا. ونسيبها بقى ايه تغلي شويه، مش تسبيكه كامله، وبعدين ابدا ان انا ايه اظبطها مع دي. وبعدين برضو هنا انزل معاها شويه الجزر ما يبانوش، بس يحلولي طعم الايه، طعم حبه صغيرين كده بس، طعم الطماطم. وهطلع فاصل وكمل بعد الفاصل، وفاصل ونوصل. ورجعنا من الفاصل. هنا الطماطم بتتسبك تمام، وادي لسه بحمر في الباذنجان، بيتحمر اهو، سيبوه ياخد راحته. فاضل لنا ايه في المسقعه؟ انا هحمر الباذنجان وشويه فلفل. بصوا مقطعاهم ازاي، يعني ايه شكل جديد كده، ايه ما دام كده كده دلعنا بقى المسقعه ندلعها بكل حاجه. فقطع جبنا شويه فلفل الوان او اخضر، يعني اي حاجه، بس قطعناه رفنوع كده وهقليه برده تمام. شياكه اهو، اخر شياك. حابه تحطي بطاطس ممكن جدا برضو، حلوه جدا معاها بطاطسيه كده، ايه قطعيها مكعبات صغنونه وحطيها معاها برضو، جميله تمام. ممكن يعني ممكن مش عندي، يلا مش مشكله مش مشكله، كنت هقطع لك بطاطسيه عليها، بتبقى لذيذه جدا، بتشرب بقى من طعم البتنجان. وتعرفين البطاطس دي عامله زي السفنجه كده، بتبقى لذيذه جدا. طيب هنيجي بقى دلوقتي نعمل الايه، البشاميل. البشاميل ده برضو هعمل كميه صغيره، معلقتين من الزبده او السمنه او الزيت او اي حاجه، بس انا مدلعاها وجايبه لها شويه زبده على سنه زيت عشان ما تتحرقش. ماشي، على معلقتين الدقيق. طبعا ما استنتش لما الزبده ساحت قوي علشان ما تتحرقش مني. طبعا بتقولي بتقلبي بمعلقه بمعدن عادي، ده جرانيت مفيش مشكله فيه، بس برضو بص ما بكحتش، يعني باخد على الايه، على الطاير كده، ياخد لون بسيط يستوي يعني، واروح مدياله ايه كوبايتين اللبن بس كده تمام. واقلب واظبط ملح وفلفل. بشاميل خلاص، سهله وبسيطه كمان ان شاء الله. نجيب بس ايه الطاجن اللي هنشتغل فيه، حتى جايبه لها طاجن متدلع، شايفين عمايلي دي رسوماتي
كان عندي فن تغريدي امبارح. عملت زي الفنانين كده بقى، ايه وايديا بقت الوان وهيصه. تمام اهو خلاص البتنجانه تتحمر بس حلو. والله ما تعملي حاجه قليله كده وتخلص بتبقى احلى صراحه، ما كتير وتركن صراحه يعني. نبقى اه يعني ما بتقعد في الثلاجه وكل حاجه، بس الاحسن يعني خليها تقعد في الثلاجه ده لو اضطريتي لكده، انما ما تبقاش قصدي يعني، فاهمه؟ يا استاذه نور. الو الو، اهلا وسهلا، ازيك يا نور؟ الو الو، اهلا وسهلا، اتفضلي. انا بحبك قوي يا شيخ. حبيبتي ربنا يخليكي، انت عامله ايه، اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس. الحمد لله. قولي لي، ليك اي سؤال يا نور؟ عايزه اعرف طريقه صوص الكراميل. صوص الكراميل؟ اه حاضر، عيني صوص الكراميل يا شباب. طبعا البشاميل على النار لغايه ما يغلي، بتنجان كده معقول، صفي حلو كده، وهنزل الطاجن على طول اللي هدخله الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، هاخده اسويه دلوقتي، واحط بقى ايه شويه من الفلفل كده الالوان ده. بسم الله، اللي راح ايه هحمره يعني بقى كده. بسم الله، بشاميل تقل خلاص اهو. بشاميل كمان خلص اهو، هياخد بقى كده هنا البتنجان اهو، اللحمه المفرومه معلقتين بتنجان امور. ماشي، هي حلاوه بقى اللحم المعصجه لما تكون في الفريزر بقى عندي كده حته حته، مش لازم بقى عشان اعمل اضطر بقى ان انا اعصج مثلا نص كيلو واهدر الباقي، لا على ايه. وادي الفلفل اللي اتحمر، ماشي، حط بقى الفلفل اللي اتحمر كده اهو، ماشي. ونجيب كبشة 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 الصلصة، النص تسبيكة يا طيب. مش عايزة اسيبها عشانكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط بقى ايه الصلصه، نشرب بيها ايه لغايه ما يوصل للبتنجان. تمام، تحس كده ان هو ملى. نهزه كده اهو، وعلى وشه بقى ايه، تعالى انت عشان اطفيك خلاص، شكرا. سكرينا مهدلين، نيجي بقى ننضف الطاجن قبل ما ندخله الفرن طبعا، علشان ما ايه ما يبقاش فيه اي لحوسه اللي على الحرف دي بتتحرق، فبعد ما يشوي بقى يبوظ. تمام،
فوق البشاميل اللي عليها اهو. بس عايزه بقى تحطي جبنه؟ ماشي، جبنه رومي، جبنه موتزاريلا. بصي حبات صغنونه، والله مش بتتكلم خالص يعني، بصوا اسمك حاطه كده وحبات صغيره، انما بتعمل شكل بقى ومعنى للايه؟ للطاجن بتاعنا بعيش بلدي بقى. يا سلام بالهنا والشفا. اوعى تنزل من الجنب عشان ما ازعلش منك، ماشي؟ اتفقنا؟ اتفقنا. بسم الله. ادخله بقى الفرن، وبعدين ايه فوتيه. هنعمل بقى حاجه حلوه تانية تنفع جنبها على فكره، ان برضو بلحمه مفرومه بس قليله برضو قوي، وهي سمبوسك. عايز ايه؟ مين يا استاذه عزه؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. كيف نجليه؟ عامله ايه؟ زي حضرتك، عامله ايه؟ انا بحبك قوي والله العظيم، بحب كل وصفاتك. حبيبتي ربنا يخليك. انت ايه اخبارك؟ كويسه الحمد لله. وحياه اولادك بس يا شيفنا جلال. نعم. ربنا يخلي لك اولادك يا رب، ويخلي لك جوزك كده وتفرحي باولادك يا رب واحفادك. اموري. انا بس عايزه رقمك الشخصي في حاجه، يعني حاجه بسيطه جدا مش هتكلفك اي حاجه والله، ده حاجه شخصيه. سيبي رقمك حبيبتي. طيب هنطلع بقى فاصل ونكمل بعد الفاصل، وفاصل ونواصل. على قد ورجعنا من الفاصل، وهنعمل مع بعض سمبوسك سهل جدا ولذيذ كده، ممكن ناكله جنب الايه؟ جنب طاجن المسقعه العسول اللي عملناه ده، كحاجه جانبيه كده، او ك يعني هو يعتبر جانبي، استحاله يكون رئيسي، لان هو سمبوسك بس لذيذ يعني. بس ينفع يعني حد جعان كل واحده اتنين تلاته، يروح الشغل، يروح المدرسه، اي حته يجوز، تمام؟ بس انا عامله بقى زي ما اتفقنا ان احنا هنبدا نزود المعجنات بتاعتنا او العيش او اي حاجه بحاجات مغذيه، ما تبقاش عجين بس، تمام؟ فانا جايبه النهارده بنجر، جايبه بنجر بار سلقته اهو. بنجر احنا عارفين قد ايه هو مفيد، فسلقاه سليم زي ما انتم شايفين كده، وبعد ما سلقته قشرته. طبعا انا مش عارفه امسكه عشان يبقى احمر جدا، يبهدل الدنيا. فهاخده كده احطه في الخلاط، افرمه جامد جدا يعني، اهريه، ده اللي هعجن بيه. مسلوبه مش محتاج، بص على طول ايه؟ راحت مفرومه. هحط معاها السوائل بقى، هحط بيضه، زودوا لو سمحتوا بيضه للبتاع ده، التاني ما فيهاش بيضه. ماشي؟ عشان هو ده اللي هيجري لي الموضوع كله. هحط انا جايبه هنا كوبايتين دقيق عليهم ربع زيت. كوبايتين دقيق عليهم ربع زيت، عليهم بيضه، عليهم بنجرايه متوسطه، عليهم هنا ايه 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 ايه، ممكن احط معاها، ممكن نحط يعني رشه السكر، ونحط رشه الملح برضو. ماشي، ما احطش اي سوائل تاني، ما احطش حاجه تانيه بقى خالص. نضرب ده مع بعضه. خلص كله. هاخده بقى كده واروح ايه؟ من ده من غير خميره، ده بيكنج باودر على طول كده. طب حاجه سهله كده، سريع السريع، ولا هنستنى نخمر ولا حاجه. هناخد بقى كده ده واروح حطاه في العجان. بسم الله الرحمن الرحيم. الخلطه البنجرايه بالبيضه برشة الملح، برشة السكر، بربع كوباية الزيت. أنا هحشي السمبوسك ده إيه بقى؟ هحشي لحمة مفرومة بشوية جبنة. احشي بقى أي حاجة أنت عايزاها، عايزة تحشي جبنة بس ماشي، عايزة تحشي فراخ، قطع فراخ كده مفرومة مقطعة صغير ماشي، عايزة تحشي إيه تاني؟ إيه 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 إيه؟ بسطرمه، عايزه تحشي سجق، اي حشوات بقى بتحبيها او الاولاد بيحبوها ممكن تحشيها، تمام؟ طيب هنيجي بقى دلوقتي، طبعا خلي بالكم من ايديكم ان البنجر ده ايه، بس انا بمسلم بعمل حاجه بصراحه كده. قولي انت حطيت فين البتاعه؟
الله بسم الله. هنيجي بقى هنا هحطها في العجان اللي هعجن فيه او في الطبق في اي حاجه. هحط عليه شويه لبن بودره حاسين كده من طعمه ماشي، واحط عليه ابدا بقى ايه البيكنج باودر، معلقه بيكنج باودر، وابدا اشغل بالراحه. اوعى تنطور وازود الدقيق تمام. وبعد كده بقى ايه عايز شويه ميه هحطيله بس. يبقى هنا معايا ايه بنجرايه متوسطه سلقتها حطيتها في الخلاط، معاها بيضه، معاها رشه ملح، رشه سكر، ربع كوبايه زيت تمام. بعد كده عندي كوبايتين دقيق معاهم معلقه من البيكنج باودر كبيره بس مش مليانه وبس، وسنه ميه بقى. وايه وسن عايزه مع لان ساعات بتبقى ايه طبعا بيرجع بقى اللي يقول بيرجع السائل بقى اللي انا بحطه في العجان هنا حسب الكميه البنجر اللي انا حطاها، لان ساعات البنجرات تبقى كبيره مش هعوز اي سائل خالص، خلاص يبقى البنجرايه والبيضه وشويه الزيت عجنوني كوبايتين الدقيق. عايزه اهي كده هي فرقت معايا، بديها ايه اهي معلقه ميه واستنى. انا مش عايزاها طريه ماسكه نفسها حلوه كده، افردها بالنشابه واحشيها. تمام. خلاص اهو جمعت معايا. بس الهوسه بقى ايه ده. هناخد بقى كده ايه عندي شويه لحم مفرومه وحط عليهم شويه جبنه عشان تلزق في بعضها، ما تجيش افتح السمبوسك الاقيها ايه اللحمه مفرومه فرطت. لا طبعا هلبس جوانتي علشان دي ما تلونش. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على الجوانتي، لايق على القميص جدا تمام. يبقى احنا كده اضفنا اضافه مفيده ومغذيه للمعجنات بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الاحسن طبعا انك تروحي عامله ايه لفها كده في كيس وسيبها تستريح، هي مش خميره ولا حاجه، ولكن الافضل طبعا ان انا ايه بسيبها تستريح شويه، احطها في كيس كده وروح سايباها على جنب تلاقي راحت هاديه خالص. نيجي نفرد بقى ما تضايقناش، تروح ايه مفروضه معانا بسهوله جدا تمام. بسم الله. دقيق وبالراحه معاها بقى ايه اسايسها واحده واحده وابدا ايه افرد فيها. ده ايه السمبوسك اللي بالبنجر، عايز تحطي بنجر، عايز تحطي قرع، عايز تحطي بطاطا، عايزه تحطي بطاطس، اي حاجه جوه العجين يعني ظبطي تمام. طيب انا هفرد بقى دي كده هسايسها شويه. طب يا شهد يا شهد. الو ازيك يا شهد عامله ايه؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ كويس الحمد لله. قولي ليك اي سؤال يا شهد. كنت عايزه طريقه عمل الكريب. حاضر عيني، صباح الفل عليكي. تمام. طيب انا هفرد دي وهقول لك الكريب حاضر بعد الفاصل. وفاصل ونواصل على قد الايد.
ورجعنا من الفاصل واستغليت بقى الوقت ده في ايه؟ سبت العجينه ترتاح. بصوا بقى الطاجن، شفتوا جماله وحلاوته؟ الله اكبر. مسقعه اخر شياكه بفن التغريدي. الفن ده ما بيطلعش على فكره، ده انا عاملاه بعجينه بالوان السيراميك. بصوا بقى نفرد بقى اللي انا سبتها تستريح دي شويه دول. سمبوسك اللي عملته بايه؟ بعجينه سهله جدا طبعا. لو مش عايزه بنجر على فكره، يعني اللي بيحبوا يعملوا بالدقيق عادي اعمليه بالدقيق عادي خالص، وفيها هي بورد هتحطي عليها بيضايه ومعلقه من البيكنج باودر كبيره بس مش مليانه، ورشه ملح ورشه سكر والدقيق، وتعجني بميه بس. ده لو مش عايزه تحطي اي خضار، يعني ده هو عجينه السبوسك الاصليه. لو ما انا مش عايزه اي خضار بعمله كده، كوبايتين الدقيق عليها بيضه عليها معلقه بيكنج باودر عليها رشه ملح رشه سكر ونعجن بميه بس، سنه لبن بودره معاها ماشي، مش عايزه بلاش. ونبدا نرقق. ماشي، نفرش سن الدقيق علشان ايه؟ ترفع معايا العجينه. انا بقى هنا اللي هحمرها ده عشان لسه فاتح معايا دلوقتي، ده ايه؟ بنجر. بنجرايه سلقتها وحطيتها في الخلاط اتفرمت، حطيت معاها البيضه. والعجينه معاها ربع كوبايه زيت، ماشي؟ يعني معاها بنجر او ما معاهاش، معاها ايه؟ ربع كوبايه من الزيت. حطيت البنجرايه ومعاها بيضه وربع كوبايه الزيت ورشه ملح ورشه سكر، وخلاص على كده. يا رؤى، يا رؤى. الو، ازيك يا رؤى؟ الحمد لله. عامله ايه؟ اخبارك؟ كويس الحمد لله. قولي لي، ليك اي سؤال؟ انا بحبك قوي حبيبتي، ربنا يخليكي. صباح الفل عليكي. بقولك كنت عايزه اطلب منك طبخه. قولي لي اللي انت عايزاه. كنت عايزه اعمل طبخه بس مش في الفرن لماما. قولي، عايزه تطبخي يعني مش عارفه تطبخي ايه لسه؟ عايزه تعملي حاجه مش في الفرن؟ طيب ما ايه الموجود عندك مثلا؟ قولي لي يعني ممكن نعمل لك ايه وانا اقول لك طريقته. عايزه تعملي مثلا ايه؟ طبيخ ولا عايزه تعملي ايه؟ طبخه حلوه على ذوقك بقى، اي حاجه. اي حاجه، حاضر. عيني، عايزه تعملي لماما طبخه حلوه. بصي اسهل حاجه بقى تعملي كفته، ماشي؟ دي اسهل حاجه تعمليها معاكي. انت عايزه مش عايزه فرن؟ ماشي. طب اقول لك اعملي صينيه بطاطس، دي اسهل حاجه بنتي صغنونه كده، ماشي؟ ومعاها ايه؟ معاها مثلا ايه؟ حاجه سهله مثلا فرخه، تعمليها صينيه تحطي قطعي الفرخه قطعها اربع تربع، وهي تكون ان شاء الله متقطعه يعني مهوجشه ما تتعبيش نفسك فيها. وبعد كده ايه؟ تروحي غسلها حلو قوي، حطها في الصينيه معاها بصلايه مقطعه كده وشويه ملح وفلفل، وسيبيها على النار على نار متوسطه يعني مجرد ما تغلي، وهدي عليها. قطعي بطاطس وقطعي عليها بصلايه وعصري طماطم ونزليهم كلهم على بعض مع بعض على النار، يبقى دي صينيه ودي صينيه، واعملي جنبها شويه ايه؟ رز. كده كده دي بقى الوصفه دي ما فيش عليها اختلاف مع حد، كل الناس بتحب صينيه البطاطس. قطعتي فين؟ مين خدها؟ انا قطعتها فين انا؟ صغر شويه، مش مهم. ماشي، طبعا قطع الحجم اللي يعجبك، بس انا بحب ايه؟ اكبر شويه عشان في حشوه، الحشوه اللي هي ايه؟ اللحمه مع الصاجه اللي عليها شويه الجبنه. شوف لونها جميل ازاي، البنجر مديها لون وكده وغيزه طبعا. يعني نعجن دي وبعدين ايه؟ نبقى نفردها تاني. ونيجي بقى هنا الحاجات دي مقبلات العسل كده اللي هي تبقى ايه يعني في التقديم بقى جنب الاكل، تفتح النفس كده. بسم الله، ناخد معلقه كده بالايه؟ بالجبنه.
عايزه جبنه بس ماشي. بصي كل الكميه دي هتاخد لي ايه، معلقه لحمه مفرومه، واسمها باللحمه. تمام، حلو. نيجي بقى نبدا ايه، نقفل كده. ولو عايزه بقى تضمني عشان الميه، حطي نقطه ميه كده من بره يعمل لك زي الايه، زي الصمغ. نعمل كده ونبدا ايه، نقفلها كده بالطريقه دي. تشدي الحرف وتتنيه. طبعا كل ما تكون العجينه مستريحه هكون احسن. تاني اهو، واحده كده اهو كده هقلع عشان خلاص بقى كده ايه، مش مالكه من شكل العجين. بططها قوي كده، ماشي اهي. بعدين امسك كده اهي البدله دي انا كده، اتني الحرف، اتني الحرف كده عشان يديكي في الاخر ايه، اللولوه. تمام، واروح محمرها في الزيت. هتديكي بقى قرمشه بقى لذيذه جدا، ودايما اتاكد ان الحرف ده يكون رفيع، ما تخليهوش تخين، خلي بالك ده ايه، بيكنج باودر، بيكنج باودر مش ايه، مش خميره. فان شاء الله ايه، مش هتنفش قوي، بس انا محتاجه ان هي تكون ايه، بسم الله ما تفكش مني. بس هعمل دول بقى بنفس الشكل كده، وهطلع فاصل واشوفكم بعد الفاصل، وفاصل ونواصل. على قد ورجعنا من الفاصل، وطبعا الوقت جري معاكم بسرعه جدا جدا جدا. كنت هعمل كب كيك بس يعني هشيله لبكره ان شاء الله، نعمله لكم بكره لان الوقت ضيق جدا، ومش عايزه اخده معاكم سريعا عشان ايش، هو بكريم الزبده وفي حركات كده، فان شاء الله بكره نعملهم على هدوء. طيب بص، انا عايزه اوريكم بقى البتنجان اللي طلع. بصوا، ولا نقطه زيت في الايه ده من الفرن، نشويناه في الفرن ماشي. نعمل له بقى دقه كده صغنونه، بدل معانا وقت صغنن كده. هي توم مفروم بسط خالص وملح، الحاجه الحلوه بقى الفظيعه يعني، وايه، وشويه كمون وشويه خل وسنه ميه، ونحطها على البتنجان المشوي. جامده جموديه غير طبيعيه. نهتم بقى بالثوم والبصل والقرفه والجنزبيل في اليومين دول، جامد جدا، حلو قوي عشان البرد، مقوي يعني اصلا الجنزبيل مقوي لجدار المعده، حلو قوي، وبعدين بيقوي المناعه عشان الايام اللي جايه دي كلها جو متقلب بقى، فنحاول نبقى عندنا حاجه كده تصد. فعملنا بعض النهارده، عملنا المسقعه البشاميل واللحمه المفرومه، والطاجن ده على فكره ما شاء الله يعني هو صغنن بس يعني اكل، يعني اكل كذا حد، لان هو يعتبر تقيل مش حاجه خفيفه. عملنا كمان البتنجان المشوي، وعملنا السمبوسك اللي عملناه، بصوا جامد جدا، ينفع مدرسه، ينفع شغل، ينفع في البيت كحاجه جنب الاكل. بص اللون من جوه عامل ازاي، ده اللي عملناه بالبنجر. للاسف الحلقه خلصت، بس ان شاء الله معاكم. الوقت طبعا يعني بيجري بسرعه جدا، وكل الوقت الحلو بيجري بسرعه، واشوفكم على خير الحلقه الجايه. الى اللقاء. Thank you.